نتنياهو وهو حد سمينا يا مرحبابين عالمي اه او دادكو مرحبابين يا سلامي او سمينا يا انو ربا ان او فلسطينين تو اساري قلدات بدون اسرائيل اي قلين مركل ايقا معلومات كهد وربحين تو اسرائيل اي سوبر نيجي سوب باقشادي مالين كهر او كتاقي نيكالو قمقا عبا ايلا ايلان موسكي اسرائيل وحال لقيه ميت كميدا قوبي اي كدعين ويرادي تدوبري اكتوبر وحيابها الله تسي ايلان موسكي وحا كميدها رساس نحتا على سرير ير او يولها ميت كميدا عرورة اسرائيل بالسددك فلانقياش وحا لقوصة والربع ان رساسة سماشة لقو عركي اي نقطة ميت كميدا اي رساسة كدعا قاريغا درندوريغا او دعا لقومغا عبا MG3 او اه كن او اي استعمالان تنجيدة اسرائيل ايو قاريغا يعني كحرياي وانا قاري لغو فرس ميرين عم مرايكن كا قيمنا كا رساسة يوليبا صدو كالقاديد كا دقال مرايكن كا اسرائيل ويا بوحي مانا احان هوب اي سيء مانا نقدقاقا فلسطينيين تتني وحا الله اركا دعايات كلا او اسرائيل فدينيسو سببتو يقول ان نتنياهو ارنتان ولي هاي ام اوصو بندقا وحا قيبكا أركا فلسطينيين تسيسا سيينو حسوقين أركا حماسو أرقاقحيسو حتى عرورتا يدلينو يليهي نتنياهو لكن حدا شاكدن والا جدا وتقدربا ورباهين تو حيسو قابانيان فوقق رساس تسرير تساران إلا أركا يو وكوبا أي ذين إيد مرة إزرايل وانا فوقق كدعا قريغا تنجيغا مرايكن كالوغو فرسميو و إزرايل سيعماليسي إلان موسكا تضبات كي هرا يوتوغي إزرايل وحال لغي يفرينتا دقال كنقاران ميلاح اي ويرادا يكدعين و لو ويراي إزرايل و سو عركي لكن نتنياهو وحو أموغدا ميد هادا لغدو متغي فشل كيسا محاكاس عرا يا مقالة قزا ولي وحادا عيا اسكا عبينتا فلسطينين تو يولي مسودا كالإزرايل رساس غوز غوزا إنكا سوان دقال رسميا بلعبان حدان إزرايل مركي قاركود رساس كتنقال عيا فريان عيقو كسو قردنا عا كونفرد وحانا لسو ورينا إن حب جوجينتو ماانتو إنو يكو اكتاحي وقت يلوغو تلقل حب جوجينتو عاو لحسا عيقو اكتاحي وحانا عبسو إن لقا قبا حديان حب جوجين كردين لسمينين إن إزرايل بريو جمعاء وبريو قميسا إن هالكي دي كبلابي دونتو دقالك إسكا عبين تفلسينين تي قزاكونا الوحي صوبان ديجاي إن دياروهين أفر مال موت أو كلاو نرادة إن لغدر وشيتك حب جوجينتا سيدو حدو كو الرما يوكالادة وراك AFB قادر أيا وحاي حدو ودا دادال لحو قانو يكودو نسو إن مال موت نرادة لغوسي درو هشيسكا سعون دونا أو أهمين لغو قرمونا يددك رير فلسين إسي لامينا حب جوجينتو إن نقوط ميد الرسمية دولاد قادر مصر مرايكنكا أيا تاني حالي كشقين يين حب جوجينتنا إن قطو ميد الرسمية أو دقان قشاد لكن سيدا موقاطا إن دا ميد الرسمية هنقون كرتب مرحال مركلا إيقا إسرائيل أو ولدان داسي كوادا وقويق مقالا دا قزا إيقابتا كونفريد لكن إسكا عبينتا فلسيونيتو حيلي لعنا قديار يا أونهاني حدي أفر مالون إرادة اللو قدرا يو واللحل دا حب جوجين إيه شيس لغا قارا يو أبليت كيو قدن بيا دي عم كوسي سعانينا مدحويلها قدقة ميدوغة يوروب هوين لغمقة عبا يسرا فول لانلس وحايا لين حي وحايا عديسي حالكا إنا يتاهي إلا بدو لدود إلا حلاد حدا وحا موقاني ساها إن انت بدن دونيدا إيه ميدوغة يوروبا إرار قلبيت كبا أي قرواق سدين إن حالكا باريغا نحو وكجرو إلا بدو لدود إيه نقضان أو آه فلسطيني إزرائيل حالكا وإلا بدو لدود إنو يهي ميدك أوغلو إلا gudu jinkara dagaalka ee rabshada halkaas ka socday tiray madaxweynaha gudiga midowga Yurub ayadoo inta ku dartay in fursad naadir ay haystaan falastiiniinta iyo Israa'il si loo soo afjaro colaadan sano noqoto waxay sheegtay in colaada habka kaliya ee lagu xalin karo ay tahay in falastiiniinta dowlad loo aqoonsado dowladoodna la dhisa ayadoo aan wax muran iyo gorgortan midna laga gelinin dhismaha dowlada si la mid ah Mareykanka ayaa todobaadkan hore sheegay in falastiiniintu la joogo xilligi dowlad loo aqoonsan laha dowladuna loo dhisin laha mareykanka madaxweynaha mareykanka John Biden ayaa todobaadkan warkaasi sheegay dhinaca kale diyaarad ay leeyihiin militaryga mareykanka nooca loo yaqaan Osprey oo ay la socdeen 8 askari oo mareykan ah ayaa ku burburtay meel u dhow badda koonfurta dalkaasi Japan sida ay ku warameyso wakaaladda wararka AFP diyaaradan waa mid military lama yaqaan waxa
سارنا دياراد يا حالكي كوجيه سنيد لكن سديد قف يا سارنا إن سارد ملتري ودي إن كلا سيفا فهم بدن وربين كما يسنيدين سديد قف ومرأك يا كل متي دياراد سارنا كبر برتحابة هدل كاسي جبان دياراد حال تورين يا إن جودها ده إلا ده كده عليه إلا ده سر السبب ونقطة إن بربرتايدو مركز دم بكود عليه بدوين تاب دولدة جبان وحيلة هاي وحنسمين دونا باريس أو لحر دياراد إيه وحي سدي إنك صورك قارشين دياراد لسدي سالد ملتري أو قوة جراح بريغة دحب واقاق واربحين أي صوبان لغين يورو نيوز وحلوغو شيغين إلي مرة إسرائيل أي حتويو أن هر الله عرق أي كسامين قار كميدا ديغانة فلسطينين تو قرار مغالة قزا مركي أي غلين لابد إسبتال إغوة وينا أي قزا كويا لي سدا على شفا إيويلي بسودة كل إسبتال كإندونيزيا واربحين تنو حلوغو شيغين إلي مرة إسرائيل أي حتويو أي سامين وحي هرو خاتين قار كميدا ميدات كدادكي أي كل حد ديلين قودها إسبتال كقزا garhan isbitaalka indonesia iyo al shifa oo la sheegay in dad badan si ku tala gal ay u toogtay wali madax laga toogtay dadkaasi si aan warbixintooda loo dad si aan meeladkaasi loo arag aan israa'il loogu qabsan loogu dhaleeceen dartida ayaa la sheegay in israa'il markuu bilaabay heshiiska xabajoojinta ay ka baxayeen isbitaaladan waxay hore u rareen dhamaama meedadka oo ay dileen kuwaas oo la sheegay in meel ka baxsan uu qoyi gaza ay ku aaseen ama ay ku tuureen sida dadka qaar ay ku waramay warbixinta sidoo kale waxa lagu baaqay in baaritaan caalami ah lagu sameeyo waxa ka dhacay labada isbitaal ee Al Shifa iyo Tunisia intay ciidanka Israa'il joogen laakiin macluumaadka warbixinta ay qoreen waxay sheegeen in todobaadyadii labada isbitaal ay ku sugan in la dilay in ku dhaw 49 qof oo isbitaalka Al Shifa kaliya lagu dilay oo si ku talagal ah loo toogtay dadkaasi halka 70 in ka badan waxa lagu dilay isbitaalka Indonesia oo si ku talagal ah loo toogtay dhamaantoodu waxa la sheegay meeladkooda hore loo sii qaatay sida warbixintu ay xuseeyso dhinaca kale askarta Israa'il dhaxdooda askar badan ay iska dileen askartaas waxa looga cabsii qabay inay gacanta ku dhigan dagaalyahanada Hamas telefishinka Israa'il General Labi 12 ayaa sheegay rasaas ay riideen ciidamada Israa'il inay ku giriideen ilaa 8 askari oo Israa'iliyiin ah iyadoo inta lagu daray inay dhacdo hal todobaad gudaheed ah dhacday inta lagu guda jiray dagaalkii socday hadda hadii telefishinka Israa'il xogtan oo qirinaya maxaa dhacay markaa waxa muuqata in tani ay helay mid aan si qaldan u dhicin ee mid bareer ah ay u dhacday waliba goobta ay ka dhacday waa waqooyiga magaalada Qaza waxaana la soo wariyay askartu ay 8 ka badnaayeen oo 20 askar ay ahaayeen kuwan waxay dhaxda u galeen dagaalyahanada Hamas marka laga askarta oo askartu meel ay ku sugnayeen waxana gudadka ay wali meel aysan filin kaga soo baxay dagaalyahanada Hamas waana la hareereeyay askarta markii la hareereeyay kadib way dagaalamayeen rasaas ayaa ka dhamaatay waxana iska cabinta falastiiniintu ay qorsheynayaan in ay nolol ku soo qabtaan xubnahan oo sodomiyada gaaraya ee ka mid ah askarta yahuuda laakiin durba Israa'il gacanka ayaa askarta qaar kala hadlin ciidamada kale ee ku sugan koonfurta Qaza waxay sheegeen in la hareereeyay xaalad adag ay ku jiraan oo waliba ay u gacan gelin rabaan Israa'il ay u gacan gelin rabaan dagaalyahanada hubaysan ee Hamas oo gacanta ku dhigi rabaan oo nolosha lagu qaban rabo sida darteeda taliyaha guud ee ciidanka ee furinta ku sugnaa waqooyiga Gaza ayaa la soo wariyay inuu amar ku bixiyay in goobta ay joogan ciidankaas gantaal lagu dhuftaa oo halkaas lagu dilaa tanina waxay keentay in halkaas gantaal lagu dhuftaa oo la dilay si aan ciidankaas gacanta aysan ugu gelin dagaalyahanada Hamas oo aysan qaban hadda laakiin warbaahinta Israa'il waxay leedahay 8 askari ayaa la dilay oo ciidamada dhexdooda ayaa iska dhex dilay laakiin xogta warbaahinta kale ay wariyayso iyo xogaha hoose leelaya xaqiijinaya in askarta 8 ay ka badnaayeen sidoo kale askartaas ay gacanta u gali rabeen oo nolosha lagu qaban rabay oo Hamas ay qaban rabtay hadii ay nolosha ku qaban lahayn waxay ka dhignaan lahayd fadhaxadii ugu weynayd ciidamada yahuuddu ay wajihi lahayeen laakiin saadarteeda ciidanka markay soo hadleen oo sheegay in la hareereeyay oo ay goobaha ku jiraan meel ay ka baxanaysan aqoonin uu amray taliyaha militariga Israa'il in dhismaha ay ku dhumaaleysareen dhulka la dhigaa oo lagu dhuftaa ilaa dhowr gantaal oo diyaaradaha ah tanu sababtay in goobtaas ay ku dhintaan askarta yahuudda maxaa soconaya abdeeda Mareykanka wuxuu ku dhawaaqay inuu taageerayo joojinta dagaalka Qaza ilaa dhamaadka sidoo kale la sii deyn doona maxaabiista Mareykanka wuxuu leeyahay dowladda Masar iyo waliba sidoo kale Qatar waxaan kala shaqeyn doonaa sii deynta maxaabiista joojinta dagaalka waxa ugu weyn uu leeyahay
waqti badan gelin doono dhinaca kale maxaa dhacay 29 November maxay soo ugu aadantaa falastiiniinta hadaan ku soo koobo 29 November waxay ku aadantaa maalinta caalamiga ah ee wada jirka dadka reer Falastiin tan waa ansixii golaha guud oo xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa la ansixiyay sanadku markuu 1977 ayada oo loo doortay muhiimada ay leedahay in dadka reer Falastiin in loo miyey midoobaan kan oo wali ay sugeen xuquuqdooda lama taabtaanka sida qayaxan golaha guud ee qaramada midoobay mudaharaadyo ayaa la qorsheynayaa inay dhacaan maalinta maadaama muhiim u tahay 19 November oo ah maalin ay midoobeen falastiiniintu dhan oo golaha guud ee qaramada midoobay ay aqbaleen midowga ee falastiiniinta 1977 mudaharaadyada ayaa la qorsheynayaa in adduunka dhan ay ka dhacaan sida lagu xusay maalinta caalamiga ee midnimada shacabka reer Falastiin waa kuwan qaar ka mid ah dhacdooyinka la qorsheeyay in maalinta 19 November inay dhacaan Koonfur Afrika waxaa ka dhici doona dibadbaxyo waaweyn oo garaan magaalada Johannesburg waana maalinta bari ah waa barito si qiyaasayo yes barito iyo barambaxyadu bilaaban doonaan Koonfur Afrika magaalada Johannesburg waxaa ka dhici doona barambaxyo waaweyn Lubnaan garaan magaalada Beirut si la mid ah barambaxyo ka dhici doona Jordan mudaharaadyo ayaa ka dhici doona meel u dhow safaaradda Israel sidoo kale dalkaasi Ingiriiska garaan London mudaharaadyo ayaa la qorsheynayaa Jarmalka magaalada Berlin mudaharaadyo ayaa ka dhici doona Falastiiniinta lagu taageeray maalinta midoobayn Mareykanka mudaharaadyo kala duwan ayaa ka dhici doona sidoo kale Norway Brazil Canada Belgium ayaa la qorsheynayaa in isku soo baxaan aan muddooyinka qarqood hadda way bilaawdeen barnaamijyada oo sida wada jirka falastiiniinta lagu taageerayo kuwana maalinta bari ayay dhici doonaan haddaba sheekh kale la yaab leh ayaa halkan ka socota saxafi u dhashay waddankaasi Turkiga oo lagu magacaabo Metin Can ayaa soo bandhigay mid ka mid ah sababaha aan u arki laanahay go'aan dhab ah ama ficil in la yimaado hoggaamiyasha Islaamka si loo joojiyo dhiigga falastiiniinta ah ee sida macne darada u daadanaya saxafigan u dhashay waddanka Turkiga ayaa soo bandhigay xogo macquul gal ka dhigi kara sababta hoggaamiyasha Islaamka ay u gabanayaan oo ay u diideen in go'aan dhab ah ama ficil ah inay qaataan isku soo wada duub ayadoo madaxweynaha Turkiga Israel wuxuu ku cambaareeyay duqeynta ay geysteen isbitaalka 17 Oktoobar wuxuu sidoo kale ninka qormadiisa ku leeyahay xogta soo bandhigay saxafiga wuxuu ku leeyahay waxa jirtu leeyahay shirkad wiilka madaxweynaha Turkiga uu leeyahay ee lagu magacaabo Burak Erdogan waxana ay shixnad ka soo raratay dekedda Israel ganacsi fiican waxa ay kala dhaxeysa ganacsada Israeliina sida dartina wiilkiisa ganacsi fiican uu ku leeyahay Tel Aviv labadan Israel kamida waxa uu leeyahay shiixnad wuxuu ka soo rartay Israel dekedda October markii ay raisay laatankii asagoo soo maray waliba shiixnadaas waxay tii ugu dambeysay oo wixii soo dhan Israel uu ka soo qaatay oo si farsameysan kaga soo baxay 19 October markabkaasi soo dhaqaaqay uu soo galay xeebaha dalkaasi Turkiga Erdogan markuu ogaaday wiilkiisa inuu xeebta Turkiga uu soo galay markabkiisa sidoo kale alaabtiisa wixii soo dhan Israel ka soo qaatay ay Erdogan u bilaabay in si ficil ah markan uu hadlo uu si weyn u dhaleeceeya Israel laakiin ka hor wuxuu sheegay inuu si weyn u dhaleeceyn karin maadaama wiilkiisa ganacsi iyo xeebo badan Israel uu kala dhaxeeyay laakiin markii dambe uu go'aankan qaata markuu xulay wariyahan waa sababtan sabab lamida oo jaamiyasha kale ee Israel ay sunu cambaareey kara ma go'aan uu qaadin karin waa sababo badan ay waxay kala dhaxeeyaan jir uu leeyahay ganacsi ahaan xiriir ahaan dhaqaale ahaan iyo waxyaabo badan oo hoos ayaa jira tan oo qasbaysay hoggaamiyasha carabtu inaysan qaadan mowqif adag oo la xiriira Israel ka dhan ah ama xitaa wax walba Israel lagu cambaareynayo inaysan qaadan karin ayuu leeyahay sida wariyahan uu soo bandhigay macluumaadkan aan ku soo koobayna nabadgelyo dadkooda ee umlaan maayo inay iyagu qoreen malaad miyaa loo keenay Margeysa loo keenay hadda korba nin reertoos oo qolada raad burca balaascaan oo jiimi codi iyo waxbuu ka doonayay malaayo muujiy oo awoogii baa lagu yiri nin baa yimi maxamed magaciisu yiri tuqsi baa la yidhaahdaa u sheegay buu yidhaahdaa halkan fuud kulul baa yaalay isaga ku maraq bay yaqaan sida loo odhan jiray ninka reertood buu ahaa muuse dhiil baa ku yiri nabadda nin kasta oo baah nin xoog leh iyo nin awood leh iyo nin dowladda iyo nin aan ahayn nolol nabad u baahan haddii la diido
لاسعاند يا دلبانتي قصارد ما وحنا لدقالمي وحيد مية لاسعاند قرن كل شيء قويس كاسونو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تشغلي ميديا لكن ما انت وحيالا ايه مقموق دي اوغود يعني هدلو ايه وكلفتي جيفيريا ما انت وحان كتوابيا باق ليلو حكا صباحي بيشي كشري سيبروها ايه هبر جعلو باقا والغيستي هبر جعلو دقال بيكو باق دي انتي دل ايه كدو شرطي قبيل سويمي او تشدي او دقال كتشد وامركي كوادان مقلو ملا وحا وقروح بدنا حتى دي دقال رباني اني نبض ايه وحكو الرئيسية تاكالي وحكا هلين وحن تاير سمعي سومان لان من نمديد قدب كود كواد كاسي كدقين قدب كشاناد وحي كشاقين بالبهانتي بالكما حيسم بالبدا قدب هاي سوا فتشيل ان سومان لان حد بشاقتا لاس عاند وحي كدبي سيين قرن مدي سومان لان بيديدين ان واتاقير سنة هبيلي مركا وحنا لدقالمي وحيد مية لاس عاند قرن كل شيء قويس كاسونو يبنا هذا الله تم ان اي قضبيه ان باقا كدقين اي ورمشتيات كود تي املين ما ان يبو قرين ملاد ميا الله كان مرقيس الله كان ان قضباء ان اسلحين هدي شريان يعني او بيلا هايان باب قودون باشكو اكادوها يدو دوحة مركة وربا يعني لان تلا شيئا يعير هاي رهيد ان تاهل كاسان قدافيا هور كان ما نفهمين حسي اشي دقال بكو باقي دقال كا انو دقال كو باقي من نوود بان كو باقينا هدينا لصوت دونتو نغدر لديدو قرادة ذاك هدلي هدي فر ليدن كل صوت فيقا شن فيقا انو تون فيقا لي هل كي قرادة ذا متاقنا نوود بان الديار واحين عيدن كاوال حكمي هدي علاد ان دون النهار تشعلي يا اساق ما انتي لسكور تاقي قميس بانص اونلاين الى اي ما شمطون وحنا لقوم سلح لها كب حبر عي عين باي وديد نبض نين كستاوبا نين حوق لي نين اود لي نين دولة لي نين انا حين نولا نمدو باهين هدي لديدو راس عاند يا دلبانتي قصارد ما هذا كربان نتهر دوزو قلدا راد برعا بلاس عاند جيمي عدي إيه وحبو كدوني ملايا موچي ووغي بالغوري نباقي مو محمد مقعي بيوري تقصي بالغي دادا وشيق بيوري دادا هلكم فوت كل بايار ساقو مرق بيوري قن سبال لورن چرين كا تير دود بوها موسر ديل باكوري هلكم فوت كل بايار ورلا سعانو دي فبل بانتاقو صارت ما ولي كلير كيوايا الله ورا السقال كابلود اي ميشا لقراعي اي تي في ذاك داول سنقريها اولا لي مدافع ذا اي داد كدمان ايا داد يار او اقليا ذا هبر چعلو نين حمر كسو الله سودان بور مدو نور نين باكاه اللي دل ميغانا واكعنا اينا نعدل منين دون مين الا هينا ما چعلو هادي ارنتا اد قوان كا كو قادتين كو لقا قضان دي حدو هلا ايان قوام كيمني اد سو سارتين وحن نقضي دقال عالم كنو عمق ليا حدو ايان وحلي سسارت